الله ربي يجيبنا في الصواب. رفع على عين قاعدين نشوفوا في رفع مباشرة في ضفاف البحيرة، الجماهير يتنقلوا غادي مباشرة. وين قاعدين في الحمايات قاعدين يتفرجوا. وين الكاب دو بان بالحق؟ صحيح قاعدين نشوف شو لحظات حاسمة نسمع رفع كان ثم إمكانية في الصوت. ليش بيكون متراني ومش قايل لنا راهو هذاك بدن؟ نعم ليش متراني خفية مش ظاهرة خاطر؟ نعم قاعدين في التمارين في الحمايات ثم جماهير، ثم جماهير، جماهير قاعدة جيل لك في ضفاف البحيرة. تقطعش سروالك. يعني اشتري في فضيحة اللوحة هذيك بتركت ما تقصش. سيدتي سادتي يتحدانا. نعم قاعدين نشوفوا في الأحمقات. ادخلوا على اليوتيوب تو، ادخلوا تو وبرتجيوا اليوتيوب. فهمني ولا عديوا لي رفع لو حاب نسمع صوته رفع قبل نسمع نسمعوا صوته. رفع تسمع فيها؟ نسمع فيك كما وعدناكم. شفتوني نعمل في الليشافمون ولا؟ شفناك شفناك سي رفع. ندعو الجماعة اللي تفرجوا فينا ما تعملوهاش في دياركم، نجموا يعملوها كان لي بروفيسيونيل بيان سور. كان فما ولاد صغار بعدوهم خاطر المشهد اللي بتشوفوه مشهد عظيم ومتع جدا. وينو الزي رفع؟ الزي اللي وعدنا بيه ثم مستمعين. موجود موجود هذه اللوحة. مانيش باش نبدا انا الاولاني خاطر ما غير زي ما نبداش، باش نصلى على صاحبي التاكسيست اللي جا من الكرم. ايجا خويا من هنا بارطاجيو بربي ديريكت، بارطاجيو ديريكت، بارطاجيو ديريكت خاطر الرقم اللي طالبه مش شويه 5000 بتفرج. يا ميمتي يدو الراجل بشويه يا خي. يا خي تسوق بها جيب يزي تاكسي. قول له يزي 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 ما عادش ينجم يدور على اليمين راهو كيك. يزي تاكسي قول له خبيها. هاي سيبا سيبا تاكسي سيبا سيبا. شكون اللي حاب يجرب؟ إجا جرب إجا جرب يديهم شيء تجرب والله. يجرب سيدتي سادتي لو كان يكسر اللوحة أنا الحقيقة. محسن هكا محسن مستمعين محسن معاه باحليه محسن با ترى عاونوني باش واحد يشد لي الفيست. سيدتي سادتي قاعدين نشوفوا رافع رانا مازلنا ما وصلناش ل 1500. عاونوه لا لا مازلنا ما وصلناش ل 1500. شدوا الفيست مازلنا ما وصلناش 1500 ماكس بارتاج. خلينا نلبس الساعة الواحدة انتهى. خلي نلبس الكاب دو بان. اعطيني الكاب دو بان. كاب دو بان 1200 متفرج بارتاجيو الديريكت باش نشوفوا رافع. صح صح شنو هي صح؟ هي صح صاعقة أعصابك قنديد أعصابك. لبسوني لبسوني ستار راني لبسوني يا معلم. الناس اللي يسمعوا فينا تويكا في كرهبام رفع على ضفاف البحيره في بلاصه الكيمينو ما لقاش لابس كاب دو بان ابارامون زاد نتاع نساء يظهر لي. فهمني ولا يظهر لي يظهر لي ما يتسكرش ما يتسكرش زاد. فهمني ادخلوا ديريكت تويكا لليوتيوب. نذكر اللي وراه رافع هذاك هو محسن اللي ما فايقنيش باش تفهموا الوضعيه الكل. فهمني ولا رافع مازال بكري لحظه راه لحظة أقول له لحظة لو كان يسمع فيا لحظة رافع لحظة رافع لحظة رافع لحظة ما زلنا ما وصلناش حتى الألفين متفرج لحظة. سيدتي سادتي ادخلوا تويكا اتفرجوا في الديريكت فهمتني باش نشوفوا رافع مباشرة. ثم إقبال على اليوتيوب. شكرا أعزائي المستمعين. لحظة لا 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 لحظة لحظة باش يطير باش يطير رافع لحظة تسمع فيا رافع يا رافع. اسمع فيك يا جعفر لحظه خويا ما تبداش انا جامش تتكلم برشا قبل ما نقسم لوحه. ايه تسكت شويه وقت نقول لك انا توب ابدا وقت نقول لك توب ابدا خويا حطولي موسيقى حطولي موسيقى تسمع فيا رافع نسمع فيك تاع جافون نقول لك توب ابدا. قاعدين نشوفوا في المتر رافع تويكا مباشره في البحيره اللحظات التاريخيه الحاسمه. يعيدنا انه باش يقسم اللحظات هذه لازمها ترجم ما يقوله سيدي. يقول اعتكفت 3 سنوات من اجل هذه اللحظه. نعم فهمتني وبعد هذه مباشره سيعتزل الراديو. هذه صيحه ثانيه الاعتزال السيد جعفر. صيحه القط المطلق المطلق ديبورسي القطوس المطلق هذه معمول بها في اليابان. القط المطلق فهمني ولا 1500 متفرج 500 متفرج اخرين ينطلق السيد رافع في قسم هاتي انا اللي بضحكيني زوز تاكسيستين مسيبين خدمتهم شادين لوح تو والله العظيم اللي مش على رافع زوز تاكسيستين مسيبين الروح. اي اي يا باباي على اليوتيوب رافع حاضر حبوا يعملوا جو حاضر. سيدتي سادتي نحسبوا في كرهبنا 10 9
حضر رقم للتصفيق هنا. 8 تصفيق شنو يا ودي؟ حضروا الحمايه المدنيه، نذكر رقم الحمايه المدنيه 198. محسن اطلب لنا الحمايه عشبو. لحظه 10 ثواني تركيز، ثواني تركيز. ماكس بارتاج اليوتيوب، انها اللحظه التاريخيه الحاسمه. كانت عنده يد يمين. وقتاش تحب نعمل دقيقه صمت افا؟ حاضر، صورونا اللوحه، ورينا اللوحه، مش وجه رافع. 10 وقت اللي تحب خويا رافع. ان شاء الله ربي معاك وربي يصبر عائلتك. يمينتي لا اله الا الله. شحال تعمل يا جعفر؟ باك بيسكات هذاك انجينيور. قلت لكم راه باش يقسم الاثنين، قلت لكم. تصوير موقف التكسيستية تاع تونس كامل الكل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، الكبد مش البانة اللي يكليها البارح. لا إله إلا الله. ما عادش تتحداوني يا جعفر. خويا إيجا قول اللي تحب، إيجا قول اللي تحب من توا. من زعما فماش سر يا جعفر؟ لا لا بالله، ناخذوا أحد الشهود العيان، خاطر هذه راهي غريبة، لازم نستثمروها هذه. شهود عيان؟ ناخذوا خذ محسن. أنا جربت باش نكسرها وما كسرتهاش. حاولت معاه. معناتها اللي ريتو حقيقه خويا، اللي ريتو حقيقه. ما انا جبت لك اللي ريتو حقيقه. اللي ريتو حقيقه صحيت. بالله عديني محسن احد الشهود. تصمير بالله كفى مع بيت. وش ما تصمير تصمير تصمير. وش ما فيك يا سامي؟ وش ما فيك؟ انا كنت سامي عدينا محسن شهود عين. لا اله الا الله. اجا محسن، اجا محسن، محسن اجا، اجا انت وياه، اجا واحد منا، واحد منا. هذوما شهود عيان شاهدوا الظاهرة الغريبة اللي في تونس. صحيح ولا؟ صحيح. صحيح صحيح. برافو عليك نجار انت. محسن محسن هو يعطيك الصحة برجولية، حضرت وتعبك وشاشة السارة. ربي يفضلك. الحمد لله يا ربي يفضلك. اللي ما يعرفش محسن، اللي ما يعرفش محسن هذاك هو محسن اللي ما فايقنيش. ربي يفضلك ربي يفضلك. بالله يا جعفر قبل ما تمشيو نحب تحية للكب دوبان. تحية كبيرة برشا، شكرا. رافع الحقيقة أنا جيت معاه يا خويا، أنا قلت برافو. أنا مصدومة، أنا لازم نحل تحت. برافو برافو. أنا مصدومة الحقيقة. قلت لك متعلمة.